الواضح تماما انه يبدو، وده وضح امبارح في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكلام اللي قاله مش بالتحديد انه تهجير او خروج الفلسطينيين هو يعني تصفيه القضيه الفلسطينيه، ده اصبح النهارده هو يعني العنوان الرئيسي في كل التصريحات الرسميه وايضا الاعلاميه العربيه. وده ادراك حقيقه مبكر من 3 4 ايام مصر منتبهه لده. انا سؤالي من زاويه تانية، هل اسرائيل بعد 76 سنه من التهجير الاول اللي تم في 47 48 التهجير القسري، يا ترى ايه اللي يعيد هذه الفكره مره اخرى الى صانع القرار الاسرائيلي اللي هو يفصله 3 اجيال عن العصابات الصهيونيه اللي فعلت ده ساعتها؟ هو ده اللي هنتكلم فيه. اولا قبل ما اقول لك على ده، انا عايز اعلق على اللي قاله الرئيس السيسي. ده كلام سليم، لا يمكن لمصر ابدا ان تكون مشاركه في تصفيه الوجود الفلسطيني في فلسطين ولا في تصفيه القضيه الفلسطينيه. المساله مش مساله الهجره الى مصر وقبولها او منعها، المساله مساله اعمق من ذلك بكثير. لانه المطلوب ايه؟ هو الاسهل بالنسبه لهم اسرائيل ومن يناصرها ايه؟ خليه يفتح الباب وخليه كده مليون واحد ينزل، خلاص هو ده سهل، بدل ما يروحوا روما وبدل ما يروحوا اوروبا وبدل ما يروحوا يمين وشمال، الاسرع هو ده. انما لا، مصر عندها وجهه نظر اخرى، ومش بتاع مش بنت النهارده، دي مساله راسخه في السياسه المصريه. ومن هنا انا بايد الكلام اللي قاله الرئيس السيسي، واجب ان اؤيد هذا الكلام. احنا بنقول مش لا اهلا للفلسطينيين، بالعكس اهلا بيهم. نحن نتكلم عن ضروره بقائهم في اراضيهم. مع الاسف الشديد احنا عارفين انه ده صعب جدا، انما في نفس الوقت عشان يبقوا لابد من عمل سريع وعربي. نروح مجلس الامن نقول الضرب ده عباره عن جريمه حرب يجب ايقافها، ونعمل على وقف اطلاق النار سريعا، ونعمل على فتح ممرات انسانيه علشان الاغذاء والادويه تروح الى قطاع غزه. ويجب على هذا المجتمع الدولي، وفي ناس كتير بقول لك المجلس الامن عقد بناء على طلب البرازيل، في قوة كبيره جدا بتقف بتقول المسائل دي ما صحش تمشي تستمر بهذا الشكل. طب قبل ما يضرب النقطه دي، هل ترى حضرتك فلنعبئ العالم العربي، بس ده عايز العالم، هل تقترح انه يبقى على مستوى القمه؟ هل تقترح حضرتك انه هذه الجلسه من نوع ده؟ لا 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 لا، على مستوى وزاره الخارجيه يجب ان يعد، سيبك من المستوى، يجب ان يعد الامر اعدادا جيدا. وكان في اجتماع عربي الاسبوع امبارح، فليكن هناك اجتماع عربي اخر فوري علشان انه نوجد هذه الامور. حكايه اخراج الفلسطينيين ووضعها في اطارها الصحيح، لانه كثير من القوى عايزه تحمل مصر مسؤوليه انها ما فتحتش ده. لا، هي مساله مش مساله الفتح ولا مساله مصر، المساله مساله اخراج الفلسطينيين من ابواب متعدده من خارج الاراضي الفلسطينيه الى حيث الى التيه، الى اي مكان، الى التيه. انما فضلنا الارض عشان نبدا بقى بهجره معاكسه وانهاء موضوع والحاق الاراضي، مش بس الاراضي الفلسطينيه، ده الحاق ايضا الجولان الاراضي السوريه وشبع الاراضي اللبنانيه، مساله اعمق بكثير. طيب. وانا بتكلم من الناحيه دي، واخشى على هذه المنطقه من التفاعل كل هذه العوامل السلبيه. طيب انا اذا هلخص الاولى قبل ما ارجع للسؤال اللي انا كنت سالته. السيد عمرو موسى بيطرح الان أنه قبل أن تبدأ المدافع وقبل أن تسكت المدافع لابد من تحرك عربي استباقي للمرحلة التالية، ولا ننتظر النتيجة أيا كانت نتيجة الحرب القادمة أو المواجهة الموجودة، لكن لابد من تحرك سياسي دبلوماسي على المستوى الدولي، ويقترح مجلس الأمن ونبدأ الإعداد دول الآن بغض النظر عن سيناريوهات المواجهة، وأنه ده يبدأ فورا ولا ننتظر ماذا سيحدث على الأرض. هل ده التصور بالظبط زي ما انا فهمته؟ كويس. وفي حاجات اضافيه تتعلق بالقضيه الفلسطينيه وتتعلق بيه انها دي ما راحتش ومش هتطير. تمام. لا انا بتكلم في التحرك الاجرائي، هذا الكلام يعني، ده التحرك الاجرائي اللي حضرتك، المنطلق هو هذا، المنطلق هو هذا. طيب هرجع تاني، ايه اللي يرجع فكره التهجير بعد 75 سنه عند جيل من القيادات الاسرائيليه ما كانش عايش مع عصابات الهجناء؟ ايه اللي رجعها تاني دلوقتي؟ الضغط العربي قال لك احسن فرصه، دي احسن فرصه نعمل نضغط علشان
انهاء القضيه الفلسطينيه، ونفعل من العالم من المبادره العربيه بندا واحدا، من المبادره العربيه بندا واحدا هو ايه؟ هو التطبيع. انما طب الانسحاب فين؟ طب القدس فين؟ طب الدوله الفلسطينيه فين؟ طب حقوق الشعب الفلسطيني؟ كل دي بنود هو عايز دي بس. انما لان هناك ضغطا متزايدا، تغير في الخريطه العالميه، تغير في السيستم العالمي، والوقت نفسه ان نشر الشعور بان القضيه الفلسطينيه خلصت وان العرب مش مهتمين. منهم ناس كتير قالوا انه في المحادثات الرسميه مع عدد من الدول العربيه اكتشفنا انه القضيه الفلسطينيه لم تكن على الاجنده. على كل حال كان هذا صحيحا او غير صحيح، النهارده ما فيش اجتماع دولي، ما فيش اجتماع بين اثنين الا وقضيه فلسطينيه على الاجنده. صحيح. حتى ولو كانت من الزاويه الغلط الخاصه بدعم اسرائيل. صحيح. طيب الولايات المتحده الامريكيه، وحضرتك يعني عايشت وعشت وشاهدت وشاركت في مراحل كثيره من العلاقات العربيه الامريكيه والغربيه عموما وفي ظل الصراع العربي الاسرائيلي، الموقف هذه المره موقف شديد يعني نقول التطرف، ولم يحدث انه قيادات عسكريه ودبلوماسيه امريكيه اتت لتزور اسرائيل وتدعمها عشيه حرب محتمله او اثناء حرب. حضرتك تفسيرك ده ايه؟ هل له علاقه بالتطورات الداخليه في امريكا؟ هل له علاقه بعقده النازي والعقده اضطهاد اليهود؟ هل له علاقه بالمشابهه اللي عملها الاسرائيليين ما بين حماس وبين داعش؟ التفسير المشهد الجديد ده مشهد جديد على الاقل سياسيا واعلاميا، مش بتكلم في مضمون الامداد والدعم العسكري والاقتصادي الاسرائيلي الامريكي الاسرائيلي. شوف يا سيدي العزيز، الموضوع الامريكي موضوع ذا حساسية خاصة، موضوع يجب ان احنا نتدارسه ونتعامل معه بتقدير سليم. الولايات المتحدة مؤكدا انحازت 100% لإسرائيل، وشفنا وقت الرئيس ترامب لما اقترح اللي اسمه صفقة القرن، وكان الصفقة مؤسفة مضحكة لا يمكن قبولها، ولذلك ماتت في نفس يوم صدورها. وشفنا هذه العلة. احنا بقى لابد نتكلم مع الولايات المتحدة انه اي خطوة اضافية انتوا عايزينها مثل التطبيع ومثله ومثله ومثله، ضروري انه يكون في اطار، في كونتكست، في اطار شامل يعالج المشكلة. انا متأكد وانا بكلمك كده انه المملكه العربيه السعوديه اللي بيجري معاها تفاوض في هذا الشان سوف تتخذ هذا الموقف، لانه المملكه العربيه السعوديه عندها النهارده من وسائل قوه الموقف ومطلوب منها كثير، فما اظنش انها اذا باعت هتبيع رخيص. لا اعتقد في هذا، لا اعتقد في هذا. ولذلك هناك يعني بدايات لمواقف عربيه زي الموقف السعودي المنتظر المتوقع فيما يتعلق بمفاوضاتها مع الولايات المتحدة. كمان الموقف المصري اللي لسه كنا بنتكلم فيه، انه لا انا لن اكون جزء ابدا من عملية تفريغ الارض الفلسطينية من الفلسطينيين، ده موقف مهم. كذلك المواقف الخاصة حتى في كلام وزير الخارجية الامريكية، وهو كلام يعني عايز تعليق اخر، وانما اتكلم عن انه هم بيتكلموا مع الاسرائيليين انه لا 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 ما يمكنش، لا تبالغ في هذا الكلام، انت عم تعمل الله اعلم مدى صحه هذا، ولكن هناك نقاط نستطيع ان نبدا بها الحديث مع الولايات المتحده من الناحيه الانسانيه. نعم. ومن ناحيه تفريغ الارض الفلسطينيه من الفلسطينيين، من امتى؟ وليه؟ ازاي؟ هل ونسال السؤال، هل تؤيد الولايات المتحده تفريغ الارض الفلسطينيه سواء الارض المحتله او الارض المحاصره؟ المحتله يعني الضفه الغربيه والقدس الشرقيه، والمحاصره يعني غزه. طيب هل الولايات المتحده تدعم ذلك؟ سؤال مباشر يجب ان يسال، سؤال مباشر يجب ان يسال، وده يكون جزء من الحديث مع الولايات المتحده ومع الدول الكبرى وفي اطار مجلس الامن. لهذا ما اراه، لتدار الامور بحكمه وانما باستخدام سليم بوسائل القوه اللي عندنا او ما بقي منه. طيب نستطيع. طيب بمناسبه وزير الخارجيه الامريكي، يعني حضرتك وخبرتك الدبلوماسيه يعني عشرات السنين، هل صادفك موقف زي اللي عمله انتوني بلينكن عندما تحدث وقال اتحدث كيهودي ولحفيد لاحد ضحايا
المحرقه وضحايا المعسكرات، يعني ده موقف مسبوق في الدبلوماسيه العالميه من دوله كبيره ولا ده المره الاولى؟ الحقيقه ده موقف نادر غريب شويه، وانما ايضا لانه شايف العرب ضعاف، يعني حيث لو قال كده هيحصل ايه؟ قبل كده كان لا، ده في موقف عربي كل واحد اللي بياخد باله من الكلام اللي بيقوله. وده احنا، وبعدين ان يعني يكون يهوديا دي مش مساله يعني، لا انا بتكلم عن الاعلان وهو في هذا السياق هو حر، انما يعني انه يكون يهودي ده مساله، لا يعني ما احناش ضد اليهود، احنا مش معركه اسلاميه يهوديه، هي معركه سياسيه كبيره حول مطانه معينه في المنطقه اللي احنا ساكنين فيها، احنا اهلها، احنا اغلبنا اهلها. طب هل في اي مجال الان وقبل، يعني احنا لسه المعركة والصراع العسكري قائم، هل في امكانية على الصعيد الدولي في الامم المتحدة او غيرها من الوكالات الكلام حوالين لجان تحقيق دولية فيما حدث، سواء منسوبا لحماس ولا منسوبا للقوات الاحتلال؟ هل ندعو احنا لده ولا نتركها لمن يهم الامر؟ أن يكون هناك موقف عربي في هذا الشأن، مش إحنا مصر أو لا، بتكلم عن كعرب. نعم نعم، إحنا ممكن جدا، إنما ضمن مسائل يعني خطة شاملة، إنه اللي حاصل ده قتل المدنيين، مش قتل المدنيين يعني في ناس بتنط على بيت ولا بتاع، لا، قتل المدنيين بقرار سياسي معلن، بضرب المدنيين، بضرب المدن، بضرب القرى، ده جريمة حرب. دي مسألة عايزة تحقيق وعايزة محاكمة مؤكد. امتى؟ هيجي وقتها. رسالتك الأخيرة ايه؟ مش بالك ده بالأمر ده دلوقتي، اشغل بقى بما هو عاجل بوقت. صح. موضوع طرد الفلسطينيين أو إخراج الفلسطينيين من الأرض المحتلة. رسالتك وقت إطلاق النار وحماية المدنيين. صح. فتح الممرات، في حاجات عاجلة لابد منها. طيب رسالة الأمين العام الأسبق لجميع الدول العربية والعربي العروبي والرمز السياسي العربي الكبير عمرو موسى للشعب الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خصوصا الآن في هذه اللحظة، تقول لهم إيه؟ يا ضياء، الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى كلمة مني ولا منك. الشعب الفلسطيني واضح جدا في كل ما يحدث من رفض كلام اللي في المنطقة الغربية، المظاهرات اللي في مختلف المدن العربية، الصمود الفلسطيني، الرفض الفلسطيني لخطط تفريقهم، هم عارفين هم عملوا ايه، ولا يحتاجوا منا الا ان احنا نتعهد بان نقف معهم وناتي لهم بتطبيق سليم للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال، وبالقرارات الخاصه بسحب اسرائيل، بعدم جواز احتلال الاراضي عن طريق الحرب. احب اقول لك هنا بقى انه اللي حصل ده كله اعاد كلمه الاحتلال الاسرائيلي الى الواجهه. اعاد الكلام عن القرارات اللي ما تنفذتش واللي تتعلق بالاستيلاء على الاراضي عن طريق الحرب. صحيح. في رايي استراتيجيا اسرائيل خسرت. ده يعني خير خلاصة من عقل عربي كبير وقلب عربي أكبر من السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجماعة الدول العربية. بنشكر حضرتك على يعني وقتك الثمين اللي أعطيته لنا وعلى كل ما بثيته فينا من أفكار وأيضا آمال، بنشكرك شكرا جزيلا. نستأذنكم مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل ونعود في فقرتنا الأخيرة نستكمل حواراتنا حول هذا الملف وهذا الموضوع الحي والرئيسي المهم في حوارنا مع المفكر الكبير وأستاذ العلوم السياسية الأستاذ الدكتور علي الدين هلال.